العميل إكس. تركني جون في مطعم كل ما يمكنك أكله. قال سأعود حين تشبع. عاد بعد 3 أسابيع. كان ذلك مناسباً لأنه توقف عن العمل حينها وحولوا المبنى إلى متجر أحذية. غارفيلد تخبرنا أفضل القصص. أخبرنا قصة أخرى. لا ليس الآن، حان وقت القيلولة. كيف تعرف غارفيلد؟ لا تحمل الساعة. لا أحتاج إلى ساعة، القيلولة مناسبة دائما. نراك لاحقا غارفيلد. مهلا، أريد قصة أخرى. في وقت آخر نورمو. غارفيلد، أنا لن أغادر حتى تخبرني قصة أخرى، ما رأيك؟ هذا هو رأيي. ابتعد عن رأسي. من أنت؟ ولما تختبئ هنا؟ بسرعة اختبئ، إنه قادم. من هو القادم؟ حسناً، لا بأس، لم يرني. هل أثق بك؟ ما اسمك؟ الهيرو نيرمل، أظرف هرير في العالم كله. هل تثبت ذلك؟ ألا تلاحظ؟ حسناً، علي أن أجازف الآن. ينادونني العميل إكس، أنا عميل سري بثلاثة نجوم. واو، عميل سري و... أخفض صوتك، الرجل العابر جزء من مؤامرة دولية لتدمير البشر. ساعدني في الاختباء. هيا، أتى مجدداً، أسرع. ها أنت؟ الهرو الخاطئ. هيا، عليك أن تخبئني قبل عودته. غارفيلد، اسمع، ثمة عميل سري بثلاث نجوم، هل أستطيع أن أخبئه في السقيفة؟ طبعاً بالتأكيد. شكراً غارفيلد. لن يجدك أحد هنا. هذا مناسب، لكنني أحتاج فعلاً إلى العشاء. علي الحفاظ على قوتي لإنقاذ البشر صديقي. سأحضر لك العشاء. إنني أحضر عشاء غارفيلد المفضل أودي، سأتركه ليبرد بينما أحضر البريد. حضر جون العشاء. إنه رقم قياسي عالمي له، اختفى في 15 ثانية. لقد أكلت يا غارفيلد بسرعة كبيرة. حقاً؟ فاتني العشاء. أعتقد أنني أكلت بسرعة ولم ألاحظ، كان لذيذاً. الرائحة من السقيفة. أوشك الجواسيس الأعداء على إغراق أستراليا. من أنت؟ لماذا أكلت عشائي الذي ظننت أنني أكلته في حين لم أفعل؟ لا تجب، لا أبه من تكون أو لماذا فعلت ذلك، أخرج. مهلاً، لا تطرده يا غارفيلد، إنه عميل سري وهو يحاول منع دمار البشرية. يجب علينا إنقاذ البشر، البشر يحضرون البيتزا. حل الظلام، حسناً، يمكنه أن يبقى لكن لليلة فقط. سأنهض، لدي نهار كامل لآكل قبل العشاء. سأبدأ صباحي بوعاء كبير مليء بال... أين هو وعاء الكبير؟ أعرف بالتأكيد أين هو وعاء الكبير. ثم رموني خارج الطريق عن منحدر 1000 قدم. كيف هربت عميل إكس؟ ف...
في الواقع كنت أرتدي الفراء الزائف وكنت أضع مظلة تحته. أنت ذكي جداً أيها العميل. لماذا تصغون إليه؟ لأنه شجاع. زار أماكن كثيرة وقام بأمور كثيرة أيضاً. وأنا زرت أماكن وقمت بأمور. حقاً غارفيلد، قل لي أين كنت وماذا فعل؟ حسناً، نمت في غرفة الجلوس وأكلت اللازانيا، ونمت في الكاف وأكلت الرافيولي، كما أنني نمت على الأرجوح. هل أخبرتكم حين كنت على متن قطار؟ تدرب الجواسيس الأعداء على النشل، كانوا في كل أنحاء سكويك. على العميل السري الحفاظ على السرية والامتناع عن إخبار الجميع. أتمانع غارفيلد؟ أنا أحاول سماع القصة. عفوا سكويك، لم أتعمد مقاطعة اجتماع نادي العميل إكس. لم أتجاهلك صديقي، إلا أن العميل إكس مثير جداً للاهتمام. يحظى بالكثير من الانتباه، والأسوأ يأكل معظم طعامي. لا، لم أرى، لكن لدي رقمك، إن رأيت الهر الرمادي فسوف أتصل بك حالاً. شكراً جزيلاً. هذا هو، إنه العميل إكس. يتطلب ذلك تجسساً سرياً من قبلي. أهلاً، انتظر، لدي ساقين صغيرتين. قصد هذا المنزل، إنه المقر الرئيسي السري للجواسيس. احترس صديقي، قد يملكون أسلحة نووية أو ما شابه. ذاك الشخص لا بد من أنه القائد، شخص خطير وقوي و... هل من احتمال؟ كلا، مررت صورة على كل منزل على بعد نصف ميل، لم يره أحد. آسف كراني، ما من إشارة له. لن أيأس، سيعود إلي، أعرف ذلك جيداً. يمكننا أن نحضر هراً آخر. لا أريد هراً آخر، أريد فلافيكينز بالتحديد. فلافيكينز؟ إيه؟ العميل السري مخادع، إنه هر هارب من المنزل. أنا سأكشف حقيقته وأفضحه أمام معجبي. ماذا لو لم يصدقوك؟ سأحتاج إلى مساعدتك. لدي فكرة، اسمع، هذا ما سنفعله سكويك. توقفوا، استراحة، أوقفوا الموسيقى. العميل إكس مزيف، اسمه الحقيقي فلافيكنز، إنه هر منزلي من جادة كريسن. هذه قصة الملفقة، لكل العملاء السريين قصة ملفقة. أنا أدعي بأنني هر عادي. عار عليك يا غارفيلد. أنت تشعر بالغيرة. الغيرة؟ أنا؟ لا لا، أنا مسرور لأنه عميل سري فعلي. أقصد، لن أرغب في مواجهة السيد تيغ. ومن هو السيد تيغ؟ السيد تيغ هو أكبر جاسوس شرير. أنا لا أخشى السيد تيغ، تخبرني مصادري أن السيد تيغ على بعد عدة قارات من هنا. حقاً؟ من هو هذا؟ تقلق عميل إكس، سوف تهزمه. نعم، كما هزم النينجا السريين الذين أخبرنا عنهم. إذن ها نحن نلتقي مباشرة أيها العميل إكس. لا لا، أسأت الفهم، أنا لست العميل إكس، أنا فلافيكنز. محاولة رائعة عميل إكس، أعرف أنك هو، أجبرتني على استخدام مهارات القتال المتطورة. لا لا، لست العميل إكس، لست كذلك. عد أيها الجاسوس الجبان. علينا مساعدته. أنا سأساعده. غارف
غارفيلد أكثر شجاعة مما ظننت. لا لا، لست عميلا سريا، أنا اسمي فلافي كاتز. حسنا، سنعقد صفقة فلاف، عد إلى جراني وسأعتني بالسيد تيكون. ولن أخبر جمهورك العزيز أنك مزيف. اتفقنا. أتخلى عن مهنة العميل السري، ليست آمنة. أنا أعرف، هل ستخبر الجميع أنه مزيف؟ لما أفسد مزاج الجميع؟ سافر السيد تيك بطائرته السرية ولحق به العميل أكس. لقد أخبرني أنه قد تمر سنوات قبل أن نراه مجدداً. حسناً، لقد ساعدت العميل أكس في شحن أشعة الليزر. لحسن الحظ لدي مجموعة بطاريات في المنزل، حاول 12 نينجا إيقافي. لقد أصبح العشاء جاهزاً غارفيلد. اللازانيا. واو، اللازانيا، لم أكلها منذ الساعة حوالي الرابعة. هيا بوكي، وقت العشاء. لا تقلق، إن لم ترغب في حصتك سأكلها. انتبه، إنها لازانيا ساخنة. سأمسكها، أنت أمسكتها. كم تبدو أنت رائعاً يا بوكي. إن أضفت صلصة المارينارا والجبنة إلى أي شيء سيبدو أفضل. آسف غارفيلد، اتسخت لعبتك. بوكي ليس لعبة، إنه صديق مقرب مني مصنوع من القماش. هيا، تسببت باتساخه، نظفه. فليكن رائعا كما هو على الدوام. سننتهي من تنظيفه قريبا. لقد نظفناه، ها هو. ماذا فعلت به؟ قل لي. يبدو كجرو يشاهد فيلم الرعب. استرخي غارفيلد، يجب تجفيفه حالا. سيعود إلى طبيعته غدا صباحا. غدا صباحا؟ أنت هر كبير غارفيلد، نم من دون بوكي لليلة واحدة. لا، إنه محق، أستطيع النوم بدون بوكي ليلة. واو، آمل أنه بخير هناك. بوكي، بوكي، صحيح، إنه في الخلف على حبل الغسيل. أنا متأكد من أنه بخير. لماذا أقلق أنا؟ أنه بخير. Thank you.
هيا أوتستر لندخل بوكي ليتناول الفطور معنا. لقد اختفى، اختفى بوكي. بوكي أين أنت؟ بوكي أين أنت؟ لا تقلق بوكي، سأعثر عليك. بوكي، بوكي ليس هنا. بوكي ليس هنا. بوكي ليس في الأسفل. آسف جدا لاختفاء بوكي غارفيلد. يجب أن تكون. حين لاحظت اختفاءه أحضرت لك صديقا جديدا، آمل أن تحبه. ليس ظريفا مثل بوكي. توقعت أنك لن تحبه فأحضرت لك هذا. إنه يشبه نورمو. لعبة أخرى، إنها الأحدث، تيدي ترون 2000، دب رقمي متطور وآلي أيضا. ليس ظريفاً مثل بوكي. يمكنك أن تجعله يقول ما تريد بالتكلم من الميكروفون. مرحباً غارفيلد، أريد أن أكون صديقك. مرحباً غارفيلد، أريد أن أكون صديقك. تتوفر كل أنواع الأوامر على لوحة التحكم. لنرى ما يحدث حين أضغط على امشي. ليس ظريفاً مثل بوكي. لنرى ما يحدث حين أضغط على أرقص. لا، يشير هذا الزر إلى عانقني. هاي، اتركني، اتركني. ماذا تفعل؟ هناك خطأ، توقف حالاً عن معانقتي. واو، توقف، 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 عد إلى معانقتي. يشير الزر إلى توقف. أوه، لم يفعل بوكي ذلك بي. عجبا. لقد عدت. كأن الأخبار السيئة لا تكفي. ماذا تقول؟ وجدت بوكي؟ لا تقف هنا هكذا، خذني إليه. من هنا؟ هذا مختطف بوكي، اختطف هذا الكلب صديقي المقرب. حسناً، أحد أصدقائي المقربين، سأستعيده الآن. أنت تمسك بدمية بوكي، أعدها إلي الآن. أنصحك أن تبقى خارج حديقتي، أصبح بوكي لي الآن. لي. إن اعتقد أنني سأتخلى عن بوكي دون شجار فهو مخطئ تماماً. يسمى هذا اصطياد بوكي. لقد علق، سأسحبه الآن. يبدو أن بوكي قد اكتسب وزناً. ها أنت بوكي. أهلاً. خرجت
خرجت من الشجار سليما. حسنا، سأجرب أمرا آخر، حيلة الغابة القديمة ربما. كم تجني لقاء عملك؟ حسناً، سئمت من التعامل بلطف. أعرف كيف أسترجع بوكي. سأعثر على ثوب قديم. سأعثر على ابني. من أخذه؟ ها أنت ذا بوكي. ماذا تفعل مع الكلب الأجرب؟ يجب أن تكون مع غارفيلد اللطيف المناسب لك. هل أنت أمه؟ أجل، بالطبع أنا أمه. ألا تلاحظ الشبه؟ يمكنني أن أنجو بفعلتي. كما تلاحظون، الكلاب ليست ذكية. سأعيدك إلى غارفيلد صغيري بوكي. آسف، لم أعرف أنه ابنك. أردت صديقاً، لم أحظى بواحد. يجب أن أكون الكلب القوي الذي يخاف منه الجميع. هذه هي المشكلة، أبعد الجميع عني. وداعاً بوكي، سررت بصداقتك لفترة حتى لو أنها كانت بالسرقة. سمعت ذلك؟ نعم، أمر محزن. يجب علينا أن نعثر على صديقنا. نعم، سررت باستضافتكم. لم أحظ بمن أكلمه من قبل. لم يكن لدي صديق واحد، أما الآن لدي ثلاثة. حسناً، نجح الأمر جيداً. أيمكن مصادقة مخلوقات عديمة الفائدة لا تفكر؟ هي، نحن صديقان صحيح؟ هيا بوكي، لنعد إلى المنزل ونرى إن حضرت جان العشاء. إن لم ترغب في طعامك فسأكله أنا. البحار. أشتم رائحة شيء رائع. أشتم رائحة شيء مطبوخ ورائع. يخبز جون الفطائر. لا مهلا، الخبز، قالب الحلوى. لا، الفطائر. لا، ربما الكعك. الكعك، الفطائر، وربما البسكويت. أقوم بخبز كرات العجين غارفيلد. ربما الكعك الدني مرتي أو الخوخ المجفف. ربما كرات العجين. سنذهب اليوم إلى الخليج لكي نصطاد السمك. تشكل كرات العجين طعما رائعا لصيد السمك. ها؟
إنه تصرف قاس بحق السمك. مرحبا أيها الجرو، ذاهب للصيد مع جان؟ لن أذهب، لن تجدني في قاربه وأنا مصاب بدوار البحر. أعلم، لا 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 أبالي بذلك المشهد الجميل. المشهد الجميل الذي أريد رؤيته موجود هنا. إن كنت تبحث عن الطعام فقد وضبت كل شيء لنأخذه معنا. صيد السمك، إنها أفضل هواية بالنسبة إلي. صيد السمك، إنها أفضل هواية بالنسبة إلي. أنا لا أهتم بالسمك، لكن سأضحي لأتغدى. المياه هادئة جدا في هذا الخليج الصغير. أتعلمان؟ صيد السمك هنا ليس الجزء المهم، إنما السلام والصفاء، والأهم هو التواجد في الطبيعة. صياد الأسماك يقولون ذلك دائماً عندما لا يتمكنون من الحصول إلا على السردين. أنا لا يهمني إن اصطدت سمكة، هذا الموضوع لا يهمني أبداً، صدقني غارفيلد. إنها سمكة، لقد حصلت على سمكة، لقد فعلتها، فعلتها. فعلها جان، فعلها جان. أخبر الصحافة. يا للروعة، ها هي. إنها سمكة جميلة. إنها سمكة صغيرة. ها نحن، علمت بأن كرات العجين ستشكل طعم المثالي. سأضع قطعة أكبر لأصطاد سمكة أكبر. دعني وشأني أودي، أنا أحلم بالباستا مع صلصة ألفريدو. لا يهمني إن كنت تشعر بالعطش. هي، نحن محاطون بالمياه، اشرب منها. قالت أمي علي إيجاد الطعام، علي إيجاده. كان ذلك قريبا، كادت سمكة القرش أن تراني. ما الذي كنت أفعله؟ أجل، كنت أبحث عن العشاء. هاي، يوجد شيء هنا. إنها كرة عجين، لا يوجد سمكة قد تقوم بتناول قطعة واحدة منها. دودة، إنها طعام أمي المفضل. ستفرح أمي كثيراً بهذه الدودة. أمي، انظري ماذا أحضرت لك. يا عزيزي، لا يمكنك المجيء بكلب إلى هنا. كلب؟ هذا مضحك، ظننت بأنه دودة. أخبريني ما به يا أمي؟ إنه كلب يا عزيزي، وهو يحتاج إلى الهواء. لكن من أين يحصل على بعض منه؟ مرحبا أمي، مرحبا أخي، أنا أعرف هذا الكلب. هو يحتاج إلى الهواء. نعم بالتأكيد. هاي بيرني، السمكة المنتفخة بيرني، ذلك الكلب لقد أنقذ حياتي منذ قليل، علينا أن ننقذه. أنت مليئة بالهواء. بالتأكيد أيتها البرتقالية، سأعطيه واحدة من القبعات الكبيرة والجميلة. أين أودي؟ أودي؟ هذا غريب، نحن في الخليج ولا أثر له، أظن أنه سقط في الماء. سقط في الماء؟ أودي؟
الآخر. سيداتي سادتي، سأقوم الآن بأفضل عمل بطولي لهذه السنة. ها؟ أودي، أودي أين أنت؟ لابد وأنه هالك، لا يستطيع التنفس في الأسفل. شكراً مجدداً لأنك رميتني في البحر. يوجد قط برتقالي هناك بحاجة إلى الهواء. هل هو صديقك أيها الكلب؟ هيا بنا. مرحباً أودي، لديك مكان جميل هنا. أنقذ صديقك حياتي، أتود القيام بجولة صغيرة في قعر الخليج؟ أجل بالطبع، نحن نحب المكان هنا، إنه رطب لكنه منزلنا. تبدو أنها ساعة ذروة. هذا هو الطريق الرئيسي تحت الماء. أوه. وهذا هو شرطي المرور. وهل يعطي بطاقاتي مخالفة؟ فقط عندما يمسك بأحدهم وهو يسبح فوق السرعة المسموحة. هذا مطعم من المطاعم الجديدة التي تقدم الوجبات السريعة، لديه نافذة لأخذ الطلبات. يوجد طعام لذيذ، أنا أتطور جوعا. هل تريد أكل دودة؟ لست جائعا إلى هذا الحد. لقد تذكرت، وعدت أمي بأني سوف أحضر لها دودة. أراكم لاحقا. إن فرس البحر موجودة عند بوابة الانطلاق، يبدو المسار سريعاً وإنما رطب بعض الشيء. يبدو أنه نوع من السباقات. إنه كذلك، يبدو بأن سباقاً على وشك الانطلاق. ها قد انطلقوا، يتقدم سي باسكت في الطبيعة، يليه بوني بوي، ليتل سكويرد وأمفيبيان. لا 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 لا. أو النجدة، إنها سمكة قرش. النجدة يقتربان من خط النهاية، إنهما بوني بوي وسي باسكت. والفائز هو سي باسكت. النجدة. إن هذا أخي، يجب أن نفعل شيئاً. ممتاز، اترك الأمر، سأفعل شيئاً. هيا 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 بسرعة. أصبحت طعاماً. لا، تناول كرة العجين. ماذا؟ اصطدت سمكة أخرى؟ تتجه سمكة القرش إلى خارج الخليج باتجاه المحيط. أنقذتنا مجدداً. كيف يمكننا التعبير عن تقديرنا؟ حسناً، نحن نفتقر إلى الهواء هنا، إن لم تمانعوا. بالطبع. بيرني؟ في خدمتك. إلى الأعلى. غارفيلد، أودي، لابد وأنهما سقطا في الماء مع معداتي. أو لا لا، كانا صديقين رائعين، ظريفين جدا وبدعين أيضا. لا تحاول التخفيف عني غارفيلد وأودي، فأنا مشتاق لغارفيلد وأودي. ثلاثة، اثنان، واحد. غارفيلد، أودي، لقد نجوتما، نجوتما. ليس إن وصلت عناقنا بهذا الشكل.
لنحتفل، سنتناول الغداء معا، لكننا للأسف لا نملك الغداء، فنحن عالقون هنا إلى أن يأتي أحد لإنقاذنا. عالقون هنا من دون طعام؟ في الوقت الراهن. كرات العجين؟ لا شكرا، رأيت ماذا تفعل تلك الأشياء بالسمك. لا تقلقا، سيأتي أحد قريبا. أنا آسف لأننا مضطرون لتناول كرات العجين. أجل، آسف حقا. أيمكنك أن تعطيني الخردل أودي؟ الجار ناثان. لقد وجدت جهاز تلفاز قديم في أسفل الشارع، ثقيل لكن الأمر يستحق العناء. ها أنت هنا، أنا على وشك الذهاب في رحلتي. أحضر لي شيئا معك. أنا أعتمد عليك الآن لكي تكون لطيفا مع أودي أثناء غيابي. اعتني بنفسك، ولكن إن حصل أي مكروه لأودي. أعلم أعلم، لا مزيد من اللازانيا حتى القرن المقبل. حسناً، أنت تعرف ذلك، أراك بعد عدة أيام. لا بأس، أنا لن أزعج أودي كثيراً. طاب مساءكم، أدعى والتر تركي بيستر وأنا أحمل أخباراً للكلاب، وإليكم العناوين. هناك اختراع علمي جديد فيما خص مراحيض المدينة التي تعاني من البراغيث، وهناك أسعار جديدة مخفضة على الألعاب المطاطية الظريفة. أوقعت عظمتك. لحظة، لدينا أخبار عاجلة. وقعت المدينة على قانون يحظر اقتناء الكلاب، وقد أمر عمدة المدينة بالقبض على جميع الكلاب واحتجازها في أقفاص صغيرة حيث سيتم إطعامها الزبيب فقط. بسرعة أودي، عليك الاختباء، إنهم آتون من أجلك. لا 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 لا، لن ينجح ذلك، سيجدونك. حسناً أيها الجرو الصغير، نعلم أنك موجود هنا، نحن الشرطة، اخرج الآن واستسلم. هذا جيد، هذا رائع. مرحباً. ما خطبك أيها الجرو؟ أنا لن أؤذيك. غريب، الجراء يمكنها تسلق الأشجار؟ أيها الجرو الصغير المسكين، أرجو ألا تكون قد أذيت نفسك. أمي سترى إن كنت بخير، كانت تعمل كممرضة. غارفيلد، ما قمت به كان عملا حقيرا. أنت محق سكويك، لكنه كان مسليا للغاية. لا عليك سكويك، سيكون أودي على ما يرام، سيعود بعد قليل، وعندها سأفعل معه الأمر نفسه. أنا شرير. لا يعاني هذا الجرو من أي سوء يا بني، إنه بحال جيدة. أيمكننا إطعامه؟ حسناً، أفترض ذلك، هذا إن كان جائعاً. هيا أسرع، أحضر السردين من الثلاجة يا بني.
ما الأمر أيها الجار؟ تتصرف وكأن أحدهم سينقض عليك ليأخذ منك الطعام. إنها لك، يمكنك تناولها وحدك. متى سيعود أودي؟ لدي العديد من الخطط بعد. لقد عبر الشارع و... هاي، هذا الطفل من أفراد العائلة الجديدة التي انتقلت إلى هنا في الأسبوع الماضي. اذهب أيها الجارو، أحضر العصا. إنه يرمي العصا لكي يحضرها له أودي. ما الهدف من ذلك؟ عندما أرمي العصا أحرص على أن يتأخر أودي في العودة لوقت طويل. حسناً، سوف يعود. أجل، سيعود. أمي، أنا والجار منسجمان، أود الاحتفاظ به. ها؟ أستطيع ذلك؟ لا أعلم، ربما ينتمي إلى شخص ما. أيها الجار، هل تنتمي إلى أحدهم؟ حسناً نيثن، أهنئك، لقد نجحت في اختبارك العلمي الأخير، وأظن أنك تستحق مكافأة. ياي! علينا أن نعطيك اسماً أيها الجارو. هذا كتاب لأسماء الجراء. ما رأيك بروفر؟ فايدو؟ لاسي؟ أو هذا صحيح، أنت جارو ذكر. ما رأيك بفلافي؟ غريب، يا له من اسم غبي. هل تتصور أن يطلق أحدهم اسم أودي على كلب ما؟ لم يترك لي جون أثناء غيابه سوى هذه الأشياء. انظر إلى تلك المكونات، لا يوجد باستا ولا جبن ولا صلصة الماريانا، ويدعون تلك الأشياء بطعام القطط. سأستعمل كمبيوتر جون أثناء غيابه. أي أثر للجرو؟ سوف يرجع أودي، سوف يعود. لماذا لم يرجع أودي بعد؟ علي إرجاعه. أنت تحب هذا صحيح؟ وسنقوم بجلب بعض ألعاب الكلاب، وللعشاء سنحضر اللازانيا. لازانيا؟ أنا أتناول المعلبات وهو يحصل على اللازانيا. نيثان، إنها أمي، سأعود فورا. أودي بسرعة، إنها فرصتك، تسلل عبر النافذة وتعال معي إلى المنزل. ألا تريد العودة؟ هذا هو منزلك الآن؟ إلى اللقاء. بينما أنت مشغولة، أستطيع العمل على مشروع العلمي؟ يا لها من فكرة جيدة. يا له من كلب غبي. تخيلوا، لقد اختار الحياة الفاخرة واللازانيا على أن أعذبه أنا. حسناً، لن أشتاق إليه. في الواقع من الجيد أن يكون المنزل خالياً من الكلاب. أنا لا أهتم لأمره. أيها الجارو، ستساعدني باختبار العلمي الجديد. هذا هو مختبري أيها الجارو. هذا هو المكان حيث سأقوم بتحويلك إلى صرصار. مرحباً غارفيلد، كنت أشاهد عرض قطعة جبنة شدر، وكنت أنظر إلى بعض الفيديوهات التي قامت جون بتصويرك فيها. إذن أودي لن يعود صحيح. لا، وأنا لا أفهم السبب. انظر، سأريك لماذا. عذراً. رائع، رقم قياسي جديد.
تلحسني، لا تلحسني، أطلب منك ذلك باللطف، لا تلحسني. حسناً، أنت من طلب ذلك؟ لا تفتح حتى عيد الميلاد. هل علمت السبب الآن؟ أظن ذلك. وما هو الفرق الآن؟ يعيش الحياة الفاخرة في الجزء المقابل. لا جدوى من ذلك، لا يمكنك الهرب، ستتحول إلى صرصار قريما جدا. واو، يبدو مستاء، ربما لم يعد لديهم الخردل المفضل لديه. يحظى بوقت رائع. لا لا يبدو ذلك. انتظرني. ستتحول إلى صرصار بعد دقيقة. يحتاج العالم إلى اختراعي، سيرغب الجميع بتحويل كلابهم إلى صراصير. هذا ما أحتاجك أن تقوم به. لماذا يقوم شخص ما بإزعاجك بينما أنت على وشك تحويل كلبك إلى صرصار؟ والآن أين كنت؟ أجل، على وشك تحويلك إلى صرصار، على وشك. أين ذهب؟ أين اختفى من سأحوله إلى صرصار؟ توقف، ماذا تفعل؟ لا، عفوا، أحتاج لاستعادة صديقي، كنت أتصرف معه بشكل غير لائق. لا، تفعل بذلك، هذا اختراعي، ملكي، كان من المفترض أن يستعمل على الكلاب. لقد نجحنا. ماذا؟ سمعتني أقول إنني كنت أتصرف بحقارة معك؟ حسناً، لم أقصد ذلك، كل ما أقصد أنني. لدينا أخبار عاجلة، عاد الجرو أودي إلى المنزل وسيحسن غارفيلد التصرف معه لمدة أسبوعين على الأقل. ليكن أسبوعاً وسأوافق. الشجرة. أوه، مرحبا، كنت منغمسا في إحدى هواياتي المفضلة وهي طبعا النوم. أوه، تذكرت، أتلقى رسائل تسألني عن أكثر أشياء أحب القيام بها في حياتي. حسنا، ها هي بترتيب عشوائي. الشاشة من فضلكم. الرقم 1، النوم. الرقم 2، الأكل. الرقم 3، النوم مع أحلام عن تناول الطعام. الرقم 4،
معقد قليلاً، الأكل أثناء النوم. الرقم 5، النوم على جانب الآخر. الرقم 6، إرسال نورمال إلى القطب الشمالي. تفضل، لاحظوا أنني لم أكتب عليه قابل للكسر. الرقم 7 و8 و9، مزيد من تناول الطعام. نصل الآن إلى الرقم 10. الرقم 10 هو الشيء المفضل لدي في العالم كله، وبشكل غريب لا يتضمن الأكل أو النوم، بل مشاهدة السناجب وهي تقوم بتعذيب أودي. أحب ذلك، سأريكم إياه. شاهدوا، سيكون هذا من أفضل ما ترون، ثقوا بي. إندار، إندار، فقدت الكلب. خمسة عشر مقابل صفر. الطريق سالكة. ألم أخبركم؟ هذا رائع. السناجب. يمكنك الخروج الآن، لقد ذهبت السناجب. استحققت هذه العظمة نيابة عني وعن الجمهور. نشكرك لأنك منحتنا وقتا رائعا. أودي والسناجب لا يمكن أن تمل منهم. إنه عمل رائع. اسمع، لابد أنه أغبى كلب في تاريخ الكلاب الغبية. هذا الكلب دماغه أصغر من حبة الجاج. إذن بحجم حبة الكاجو. سنعرض عليكم الآن شيئاً لم تشاهدوا مثله من قبل في حياتكم. لقد شاهدت ذلك. إليكم آخر الأخبار، حقق اليوم رجل من السويد رقماً قياسياً جديداً في تناول الطعام، بحيث نجح في تناول كميات كبيرة من الطعام، وكان هناك فرقاً كبيراً بينه وبين باقي المبقى. ممل، 600 قناة ولا يوجد ما أشاهده. لو أن أفضل ما أتمناه يحدث معي الآن. هاي، أعرف هذا النباح. إنه نباح أودي عندما يطارد السناجب التي تسخر منه. أجل، أجل. هيا بسرعة، أخرج من الخلف، حان وقت أودي. أحسنتم، أحسنتم، هيا. Oh.
لقد انتهينا، يمكنك العودة إلى المنزل. حسناً، سأتي بعد قليل. سقط سنجاب، سقط سنجاب. هاي، أخيراً قبضت على سنجاب. تقريباً إلى الذين يقومون بجمع النقاط في المنزل، أودي واحد والسناجب 783. لا يمكنني مشاهدة هذا، إنه فظيع. أجل، إنه هالك. يا للمسكين، كان سنجاباً شجاعاً جداً. لا يسعنا القيام بشيء من أجله. هاي، لا تقلق يا أودي، هذا السنجاب هنا في حالة صدمة، سيستيقظ في أي دقيقة، امنحه القليل من الوقت. هاي، ماذا تفعل؟ لا نريد ذلك في المنزل، لا يحب جان وجود السناجب في غرفة الجلوس. لا أريد أي علاقة بهذا. ما حصل لصديقنا أمر مؤسف. بروفيسور وولنات، لم أسمع من قبل أن كلباً قد أمسك بسنجاب، هل هذا حدث شائع؟ أو لا، هذا الأمر غريب للغاية. في الواقع إنها المرة الأولى، لم ينجح أي كلب في التاريخ في أن يقبض على سنجاب. إنها مأساة. فهمت، لكن هل تظن أن مستقبل السناجب مهدد بالخطر؟ أجل، بالطبع بالطبع، يبدو أننا في نهاية حقبة ما، وأنه علينا الانتقال إلى مناطق خالية من الكلاب. والآن أعذروني، علي أن أوضب أغراضي. خذني معك. لا أريد الانتقال، أحب المكان هنا. إيه، ربما نتحدث مع الكلب ونتصالح معه. بعد كل الأشياء التي قمنا بها، لا تكن ساذجاً، لابد وأنه يكرهنا. يمكننا المحاولة، لن نخسر شيئاً. أو لا، إنه يتذوقني، سوف يأكلني. ماذا؟ هل تريد مصافحتي؟ بعد الأشياء التافهة التي فعلناها بك؟ لن يرغب أن يعقد الصلح معنا. علينا المحاولة. ماذا لو حاول أكلنا؟ لسنا نعلم ما الذي فعله بصديقنا. هيا بسرعة لنهرب بينما هو غائب. أمشوا بحياتك. هاي، ألعب مع صديقي الجديد. صديقك الجديد؟ ولكنه إنه كلب. ماذا يسعني القول؟ لقد أسأنا فهمه، هو وباقي الكلاب على الأرجح. كلب جيد. هل أعاني انفصاماً في الشخصية؟ بالطبع لا. ولا أنا. بلى، أنت كذلك. كلا. وأي منكما لا يستحق المشاهدة؟ ماذا سأشاهد؟ ماذا سأشاهد؟ أيمكن ذلك؟ أيعقل ذلك؟ يبدو أن أودي يطارد السناجب مرة أخرى. إنه أفضل ترفيه يمكنكم الحصول عليه. نحن المتواضعون أيها الحكيم. أودي حكيم؟ ما هو لون السماء في عالمكم أيتها السناجب؟ إن فكرة أودي عن السعي الفكري هي مطاردة ذيله لمدة ساعة. كيف تجرؤ على إهانة صديقنا؟ هل سنسمح له بقول هذا؟ اعتذر. أنا لن أعتذر. حسناً إخوتي، اقبضوا عليه.
إليكم عني. هل أبدو لكم ككيس من اللوز؟ توقفوا توقفوا. لا 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 لا. يبدو أن برنامجي المفضل قد تم إلغاؤه. لا مزيدا من أودي يطارد السناجب. إن حصلت على أخبار سيئة يكون قد حان الوقت لتبتسم. وإن لم تفعل فأنا أحدهم سيرسمها بدلا عنك. تاريخ الكلاب. لماذا؟ هذا هو موضوع حلقتنا، وأتمنى أن تبقوا معنا بينما نغوص في دراسة السلوك المحير الذي لا يمكن تفسيره لتلك الفصيلة المعروفة باسم الكلبيات أو الذئاب الرمادية أو كما يحلو لي تسميتها الأغبياء. ولكي نفهم الكلاب علينا تقفي تاريخها لكي ندرك السبب الذي أوصلها إلى ما هي عليه الآن. حيوانات مليئة بالبراغيث تشرب الماء غير النظيف. يعتقد معظم العلماء أن الكلاب تنحدر من فصيلة الذئب الرمادي. الذئب الرمادي كان صياداً وفريسة في آن. تتنقل الذئاب ضمن قطعان وتصدر عواء عاليا ومزعجا للتواصل. يسمع عواء الذئاب على بعد 10 أميال وتشتم رائحته من على بعد 17 ميلا. من الصعب التكهن كيف تم ترويض الذئب الأول. ما مهد الطريق للكلب المدجن في يومنا هذا؟ أجل، إنها جذابة. لنكمل، استعمل رجال الكهف الأوائل الكلاب للصيد. تمتعت الكلاب بحاسة شم حادة، وكان باستطاعتها تنشق الروائح التي عجز عنها رجال الكهف. كانت الكلاب مفيدة جداً للإنسان الأول. Oh!
استمر الإنسان في تدريب وترويض الكلاب، لابد وأنه كان يبحث عن سبب يبرر وجودها. التطور التالي في حياة الكلاب، أو كما أحب تسميتها حياة الكلاب الغبية، قد قادنا إلى الكلب العامل. الكلب العامل كان كلباً يجيد الرعي، الجر والسحب. من الواضح أن الإنسان قام بعمل شاق في محاولته لتحويل الكلب العامل إلى كلب ذي قيمة عالية. هذا صحيح أيها الجر. في الواقع أعتقد أنك ولدت لتكون كلباً عاملاً، وبشكل خاص لنقل الورق والوقوف عند الباب وحمل الصخور الكبيرة. كلب مطيع لفترة وجيزة، تطورت الكلاب قليلاً عندما عاشت في مزارع النبلاء، وفي محاولة لاكتشاف الغاية من وجودها استخدمت في الرياضة. أخبروني، هل هذا سرب من الطيور هناك؟ أنا أظن أنك محق يا نايجيل، هل نشير إلى الطريق؟ بالتأكيد، لنبدأ. تريد الشاي؟ وبطريقة ما ومع الوقت باتت الكلاب غبية، غبية للغاية. ما مدى غبائها؟ ظننت أنكم لن تسألوا، سأريكم مدى غبائها. أنستطيع استضافة عالم في المجال من فضلكم؟ طاب يومكم أو مساء الخير. لا أعرف كم الساعة الآن، لكنني موجود هنا من أجل اختبار نسبة ذكاء كلبكم. ولكن أولاً وعلى سبيل المقارنة، علي اختبار حيوان آخر غير الكلب. أيوجد متطوع هنا؟ أنا أتطوع. اختبر ذكائي أيها البروفيسور. حسناً، جيد جداً. سوف نتحقق من قوة دماغ هذا القط. والآن وفقاً لهذا، القط ذكي جداً كعالم الصواريخ والجراح الماهر والفيلسوف الكبير. وماذا عن الذي اخترع اللازانيا الجاهزة؟ والآن سأقوم باختبار كلب، ولكن أين سأجد كلباً لأختبره؟ لحظة واحدة حضرة العالم. تفضل، كلب كما طلبت. أنا أعلم ذلك لأنني شديد الذكاء. ابقى مكانك. الآن سوف أقوم بقياس قوة دماغه. ستظهر في أي لحظة. إنها في مكان ما هنا. ها هي. لا، إنها بثرة. تفضل، قد يساعدك ذلك. وجدتها. وفقاً لهذا، إن الكلب هو بذكائي النبات البيتي. إنه بذكائي وعاء متوسط الحجم من سلطة البطاطس. لا تقسو على نفسك أودي، فسلطة البطاطس معروفة. عمل رائع بروفيسور. أنا سعيد بخدمتك يا غارفيلد. في وقت ما من هذا القرن ظن الناس أن الكلاب جزء من الموضة، فراحوا يحملونها وكأنها قطع أكسسوار. حسناً، بما أنه لا يوجد شيء نافع نفعله بالكلاب، الأفضل أن نلبسها ونأخذها في نزهة. راقب ذلك، ربما يمكن أن تلبس الكلاب، لكن لا يمكن اصطحابها في نزهة. وانتهينا. عمل جيد غارفيلد. لنأخذ استراحة. أوه،
أنا لم أكتب تاريخ الكلاب، أنا أقوم بسرده فقط. أعلم ذلك، أنا قد أشعر بالإحراج أيضا. تنشق قليلا من الهواء النقي. الكلاب لا يمكن العيش معها، لا يمكن العيش معها. غارفيلد، حريق! لا أصدق، حريق! أيتها الكلاب، لقد أنقذتني، أنقذت البيتزا، إنها معجزة. شكراً لك أيتها الكلاب. ماذا؟ مطعم فيتو يحترق؟ ماذا؟ مطعم فيتو يحترق؟ أتقول إن الكلاب أنقذتك وأنقذت مطعم البيتزا؟ هذا صحيح، الكلاب لقد أنقذت فيتو ومبنى فيتو وبيتزا فيتو، قاموا بعمل بطولي. لقد أيقظتني وأطفأت النيران. جميع تلك الكلاب ذكية وتتمتع بالشجاعة، ستحصل على البيتزا المجانية لمدى الحياة. لابد أنك تمزح معي. سيداتي سادتي، أيتها القطط والكلاب، أثناء تصوير برنامج تاريخ الكلاب حصل معي أمر غريب. شاهد. لذلك توصلت إلى خلاصة أنه مع أن الكلاب تشرب ماء غير نظيف وتشم بعضها بعضا، أعترف أنه على مر التاريخ اكتسبت الكلاب بعض الصفات الرائعة كحاسة شم حادة ورؤية ثاقبة. إنها قوية وذكية أيضاً، هي مخلصة وشجاعة. خلاصة، دعونا نقول إن الكلاب ليست مجرد مخلوقات بلا نفع، بل لديها بعض القيمة، كما أنها تتمتع بالعديد من القيم، وهي أفضل صديق للإنسان. وتوقفوا، انتهى التصوير يا رفاق. إذن كيف كان ذلك؟ وهل ذكرت أنها أفضل صديقاً للقطط أيضاً؟